اسم عبد الكريم السباعي، باعي الجمعوي، رئيس جمعيه الامهات والاباء اعدادي تنفيذ المعماره، عضو جمعيه عباد التنميه والتضامن، باعي الجمعوي بجهه عوين السراف. اليوم جمعيه المجتمع المدني التابعه لدائره واد الناس سيدي معافى جات تحتفل تحت 3 مارس بنجاح الدبلوماسيه الامريكيه، نجاح الدبلوماسيه المغربيه في دعم قضيتنا الوطنيه قضيه الصحراء. واليوم جاو يفرحوا الاعتراف الامريكي المغربي للصحراء، وهذا يعتبر انجازا عظيما للسياسه الخارجيه المغربيه ودعما للتبصر والحكمه المولويه الساميه من اجل ردع اعداء الوحده الترابيه واسترجاع اقاليمنا الصحراويه. والمجتمع المدني جاء اليوم يعبر عن الفرحه نتاعو وعن التضامن ديالو مع قوات المسلحه الملكيه ومع قرارات ديال الدبلوماسيه المغربيه والنجاح ديالها. منظمة جمع الشمل الصحراويين في العالم كنا نحتفلوا باحتراف الولايات المتحدة الأمريكية بصحراءنا. كانت الصحراء مغربية ودائما مغربية لمبايعة القبائل وشيوخ القبائل للملوك وسلاطين المغرب في التاريخ والجغرافيا، أما الشرع الديني فهم الولاية أو البيعة الشرعية كما قلنا القبائل. واليوم احنا نحتفل المجتمع المدني الجهه الشرقيه بهذا الاعتراف للولايات المتحده في ظل هذا التنميه اللي كيديرها سيدنا في الداخل في الصحراء في الاقاليم، لان ان شاء الله كان نشاهدوا هذا الميناء ديال الداخل اللي غادي تنجز، وهذا فتح القرقارات اللي هو المعبر لافريقيا والاخواننا في افريقيا، والمغرب داير جذور في افريقيا واغصانه في اوروبا. يعني هذا يعني مكسب للمغرب والمغاربه في القضيه ديال الوحده الترابيه. كنشكر جنود الكفاءه الصحفيين والمجتمع المدني، وكنشكر الدول اللي فتحت القنصليات ديالها في الداخل والعيون، وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أشرف المرسلين. فتحة بن طاهر رئيسة جمعية النور للتنمية والأشخاص في وضعية الإعاقة. نحن الآن كفعاليات المجتمع المدني في الجهة الشرقية نظمنا احتفال بالاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء بتمغربية الصحراء، وهذا لا نسميه اعتراف، إنه تثمين لتمغربية الصحراء. ونشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونقول له نحن دائما جند مجندون وراء جلالتك، وعاش الملك. شكرا. السلام عليكم، معكم رئيسة تعاونية أنامل الذهبية، وكذلك رئيسة جمعية النوايا الحسنة، وكذلك جمعية الريان للتضامن، اللي قمنا بواحد الحملة اليوم مع الإخوان والأخوات الجمعيات كاملين والمواطنين كاملين نساء الشرق، تضامنا مع جلالة الملك الصحراء المغربية وصفقة مغربية. اليوم جهة الشرق مستقلة كاملة هذا اليوم العظيم
الصحراء والفرحه تاعنا ما تصورش، ان الصحراء مغربيه وصدقه مغربيه والاعتراف تاع الولايات المتحده الامريكيه. احنا فرحانين بزاف، وكنقولوا دائما عاش الملك وحنا جنود مجندين له. ما كرهناش لو كان كنا في الصحراء في الكركارات، وما كرهناش لو كان احنا على جنب جلاله الملك ونعبروا له على هذه الفرحه ونساندوها. وكل المجتمع المدني وكل جهات الشرق فرحانين بزاف، صغار وكبار، الحمد لله. ودائما على كلمه الله الوطن الملك، شعارنا الله الوطن الملك.